صار لكن لدينا الكرة الآن. هذه محاولة ميسي، هل يأتي بالهدف الأول؟ الله، نعم ميسي، نعم الأسطورة، نعم الساحر يبدأ. نعم، هي للتانجو، هي للتانجو من البداية السريعة. ميسي ما يفعلها إلا ميسي، ما يسجل إلا ميسي. هي البدايات دائما. نعم، يأتي عن طريق الساحر الكبير الأسطورة ميسي من يسجل الهدف الأول. يعني هنا البداية السريعة للمنتخب الأرجنتيني. نعم، هنا الخطأ ممنوع، لكن الكرة المقطوعة في التقدم من الأمام في هذه اللقطة. لاحظ الكرة والمحاولة والتقدم من إنزو، وبعد ذلك من ميسي. هنا الكابيتانو الأسطورة، نعم الساحر الكبير، من يسجل هدف التقدم للتانجو. الدرع اللي مقدم أكيد للاسم الكبير ليو ميسي. لاحظ الكرة الآن في الطرف الأيسر، لازالت قائمة. رودريجو يلعبها العرضية، الله، الهدف الثاني الآن للتانجو. يتقدمون أمام المنتخب الأسترالي. لاحظ الكرة هنا، العرضية المميزة ودون أي مراقبة، ورأسية مميزة أيضا عن طريق المدافع البديل من شارك من خلال الشوط الثاني، وبالتالي يسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. هدفين مقابل لا شيء. نعم، هدفين مقابل لا شيء عن طريق اللاعب ديرمان أليخاندرو من دون الهدف، وأيضا بتغيير من